زاني مدير كتاب وزارة الثقافة. الآن نعيش دورة ناجحة أكثر مستوى. أول على مستوى عدد الناشرين يصل هذه السنة إلى 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 900 ناشر ينتمون إلى 54 دولة، يوفرون رصيدا وثائقيا يتجاوز 125 ألف عنوان. فيما يخص برنامج ثقافي يصل عدد الفقرات هذه السنة إلى 700 لقاء. البرنامج وزارة الثقافة والاتصال يصل إلى 120 لقاء، يشارك فيه كتاب من المغرب، من خارج المغرب والعالم العربي، يصل عددهم إلى 350 كاتب. هناك أيضا من أهم لحظات البرنامج الثقافي أشير إلى فقرة أطار الصحراء التي نخصصها للثقافة الحسانية، ثم هناك فقرة ذاكرة التي نخصصها للكتاب مغاربة المتوفين بينهم عبد الكريم غلاب وزهرة زيراوي وخالد مشبال. هناك أيضا فقرة أدباء قادمون التي نخصصها لأدباء الشبان، ثم هناك حفل تسليم جائزة ابن بطوطة اللي هو حدث مهم، بالإضافة إلى حفل تسليم جوائز القراءة الذي سيتم يوم السبت الأخير. هناك برنامج للأطفال اللي هو مهم يضم 47 لقاء، بالإضافة إلى ضيف الشرف اللي هو مصر التي تحضر معنا من خلال برنامج ثقافي مهم يشارك فيه 22 كاتب، وبالإضافة إلى رصيد وثائقي يشارك فيه 60 ناشرا من المغرب.